السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة هنعمل إثبات سحب لموقع الحيوانات. الموقع أول ما بسجل فيه بيديك 100 روبل هدية في رصيد المشتريات، وبيعطيك 2 روبل في رصيد السحب، وفتح السحب ب5 روبل. واحنا الفيديو اللي فات فتحنا السحب وسحبنا 2 روبل، والنهاردة هنعمل عملية سحب ب10 روبل وخمس وتمانية وخمسين سنت. هنيجي من هنا طلب السحب. هسيب لكم رابط الموقع اسفل الفيديو ورابط الشرح الاولاني للتسجيل في الموقع. هنيجي هنا على البير، هنلاقي 315 روبل زي ما انتم شايفين، وهنعمل طلب السحب. او تم السحب كده، السحب اتدفع ونزل تحت اهو 10 روبل 58 سنت. هنخش على بنك البير، هنعمل ريفرش. كانت 315 بقت 325 زي ما انتم شايفين، والرصيد وصل اهو بعد عمولة البير 10 روبل 48 سنت. وبكده الموقع صادق وشغال وبيدفع. واستغلوا الفرصة في اوله كده، اشتغلوا عليها عشان المواقع دي ما بتطولش. وبكده نكون انتهينا من الشرح. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش دعمونا باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.